مشاهدينا الكرام، أهلا بكم بالنشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات الاستماع في قضية النزاع البحري، إفريقيا تتخطى حاجز 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا و107 آلاف وفاة، قادة البلاد يعزون في وفاة ملاغ يوسف عبدي معلم، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى البلاد، وزارة الصحة تعلن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا. والآن إلى تفاصيل النشرة، ومعكم محمد عبد القادر سعدال. بدأت المحكمة العدل الدولية اليوم إلى استماع في قضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا بمقر المحكمة في مدينة لاهاي. وسيقدم المحامون الذين سيمثلون الصومال في جلسة اليوم حججهم بشأن النزاع البحري، حيث أتموا الاستعداد للقضية. وكان وفد الحكومة في قضية النزاع البحري بقيادة نائب رئيس الوزراء السيد مهدي محمد جوليد، وقد دعا المواطنين إلى وقوف ومساندة هذه القضية الهامة للوطن. كما تجمع العديد من المواطنين أمام مقر محكمة العدل الدولية معربين عن تفاؤلهم في نتيجة القضية. وأعلنت الحكومة الكينية أمس الأحد أنها لن تشارك في جلسات الاستماع التي تبدأ اليوم في محكمة العدل الدولي. بعث قادة البلاد برقية عزاء ومواساة في وفاة ملاك يوسف عبدي معلم، أحد أبرز شيوخ العشائر في البلاد والذي وافته المنية الليلة الماضية في مدينة بيدوى. وبعث البرقية كل من فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس مجلس الشعب الفيدرالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، حيث عبروا عن خالص التعازي وعظيم المواساة للأسرة وأقارب الفقيد وللشعب الصومالي، لا سيما أهالي ولاية جنوب الغرب في هذا المصاب، وسائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان. وأشاد قادة البلاد بالدور العظيم الذي لعبه المرحوم في إعادة بناء الحكم والاستقرار والمصالحة الاجتماعية وتعزيز وحدة الشعب وكافة الجهود المبذولة في عملية السلام. وصلت أول دفعة من لقاح مضاد فيروس كورونا إلى البلاد صباح اليوم الاثنين عبر دائرة خاصة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. جاء ذلك في مناسبة مقتضبة جرت مدار آدم عبد الله الدولي بحضور كل من وزير الصحة معالي الدكتورة فوزية أبي كرنور والمبعوث الأممي إلى البلاد سعادة جيمس إسوان ومسؤولين آخرين. وتضم الدفعة الأولى التي وصلت البلاد اليوم 300 جرعة من لقاح استرانيزيكا والمقدمة من منظمة الصحة العالمية، حيث خصصت المنظمة للصومال 1.5 مليون جرعة. أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع في الحكومة الفيدرالية عن تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، لتصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9190 حالة. وأشارت وزيرة الصحة معالي الدكتورة فوزية أبي كرنور في التقرير اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في البلاد مساء الأحد إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، حيث وصلت إجمالية الحصيلة إلى 367 حالة. وبلغت الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد 61 حالة، ليصل الإجمالي إلى 4230 حالة. وشددت وزارة الصحة على ضرورة إتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. أحبطت قوات الكوماندوس الوطنية سيارة مفخخة بمنطقة توروتورو التابعة لمحافظة شبيل السفلى. جاء ذلك في عملية عسكرية شنها الجيش الوطني في وقت باكر من صباح اليوم الاثنين في المنطقة، حيث نجح الجيش في إحباط السيارة المفخخة وتفجيرها على الفور، مما أسفر عن مقتل السائق الذي يقودها. وكانت القوات الخاصة تلقت معلومات حول إعداد ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة سيارة مفخخة. وقال قائد الجيش الوطني اللواء أدوا يوسف الراغي في تصريح لسونا: أرادت ميليشيات الشباب المتطرفة إلحاق الأذى المدنيين الأبرياء، لكن الجيش نجح في إفشال مخططهم الإرهابي. أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي تخطي الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 4 ملايين و5 آلاف إصابة، بينما سجلت الوفيات ب107 آلاف وفاة.
وأوصلت المراكز الإفريقية في البيان الدول الأعضاء باستمرار في تعزيز عمليات الرصد لإصابات كورونا وترصد الملتزمات مثل الإنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد وترصد الوفيات السريعة والترصد لمراقبة تحور الفيروس. يذكر أن المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، ويسعى أيضا لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة. مشاهدين الكرام، إلى هنا وصلنا نهاية النشرة، حتى نلتقي مرة أخرى نترككم برعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.